في سجل الجرائم المسجلة ضد المرأة، رجل يقوم بقتل زوجته وأمها وخالها. السبب لأنها تشبثت بالطلاق منه، أكاو حابت تطلق، قام قتلها هي وأمها وخالها. سابرين هي مرات روسية متزوجة عندها 8 سنوات، كانت تعاني من خلافات عديدة مع زوجها. كل ما تقول له نحب نطلق يهددها بالقتل معناها. دونك سابرين شكيت لكن ما لقاتش رد ولا إجابة، بحجة أنه فماش أثر عنف مادي على جسدها، إلى أن لقات مصرعها. نحكيو في تفاصيل، تدخل معنا أميمة بنت عمة الضحية. سابرين صباح خير أميمة. البركة فيكم دابور. الله يرحمهم وينعمهم. يعني نحكيو على عائلة كاملة، الأم الزوجة والأم والخال. أعطيني فكرة على الحادثة ساعة، كيفاش صارت، والوضعية متاع الزوجة هذية اللي يبدو أنا في خلاف مع زوجها عندها فترة. به يعطيكم الصحة عفيف على الانيشيتيف، والله يرحمهم وينعمهم. بالنسبة للحادثة كيفاش وقعت، نهار قتلهم نهار الجمعة اللي فاتت، وإحنا لصقنا بيهم كان بالسبت، نظرا لانهم هما معناتها ما يغيبوش، فهمت، ديما اكتيف وديما موجودين، تليفوناتهم سكرت، ما فماش ريحه. مشينا اتجهنا للمنطقه نتاع المركز اللي بحذيهم بالعمران، والحو طلعوا معانا واكتشفت كيفاش يلفف في الدار. معناها اتقتلوا من نهار الجمعه، انتم اكتشفتوا الجثث نهار السبت. قتل خالها لوز كيف هو يعيش معاهم في الدار، ومعناتها ديما موجود، وبالظهر النهار هذاك ما مشاش يخدم فيه باش يسهل على روحه اللي باش يقوم بالجريمه وهو مرتاح. معناها قتل الخال الاول، بعد جات صابرين تروح قبل امها بشويه، قتل صابرين، وبس الام زاد كمل قتل الام، زاد الام زاد حطها معاهم معناها، فهمت. فوالا معناتها حاجه شوكون. ومن بعد خرج من الدار، خرج جاي، خرج يدور ديجا، وكي شدوه وحدة الأمن مشكورين، كي شدوه العشية معناتها في ليزون 9 كيكا تشد، لقاوه في الحومة معناها ما خرجش من الأنتوراج. قعد يدور في الأنتوراج هذاك، قتلهم خليهم في الدار وخرج يدور. أميمة، السؤال اللي يطرح نفسه، هل كان في معناها عندك معلومات كان يتعاطى، كان في حالة عادية، لأنه برودة الدم باش تقتل ثلاثة أرواح، زوجتك، أمها، خالها، معناها مش عارف عادي، مروعة اللي صار. بالنسبة للي يتعاطى عفيف، هو هذيك ديجا سبب مشاكل بيناتهم. أيوة. هو المشكلة الأساسي إنه ما عادش تحب عليه، إنه أول حاجة هذيك أثر على عائلته، وأثر على خدمته، وأثر على الفند، أثر على سيتويسيون فاميليال نتاعو. ما يتعاطى ما عادش يحب يمشي يخدم، ما عادش فهم، وشك فوا هي تعاطى. فاش يتعاطى أميمة؟ والحقيقة ما عندكش فكرة، نوع من المخدرات. نعرف المخدرات وكهو شنو هو، الحقيقة ما عنديش فكرة. أما هذيك هو الأسباب اللي خليتها هي تطلق، معني زر الحكم بالطلاق نهار الأربعاء، قتلها هو نهار الجمعة معني. وبالنسبة لها هي راهي شكيت قديش من مرة. أيوة، يجيني للشكوى مش أول مرة، معناها هما متزوجين عندهم 6 سنين ولا 8 سنين بلوتو، دونك هو كل ما تقولوا باش نطلق يقولها نقتلك، كان نطلق نقتلك. اي صحيت بالضبط، هو ديجا هبطلها للدار بسكينه، كلمه ذي معناتها انا خاطر كيما اختي هي بالضبط معناتها تحكي لي، وهبطلها للدار تصور انت بسكينه بالاحد وما تقضي، وحط لها السكينه على رقبتها وقال لها راني نقتلك، راك انت باش تطلق كيما تحب تطلقني راني باش نقتلك. قعدت بيك ما تلفين ما تتكلمش من الصدمه، وهي ولات تصيح وجيرين نهدوا عليه، وامها جات وقتها من المارشي وقتها هرب، فهمت، يعرف فيها في الشارع باش نقتلك، قدام خدمتها باش نقتلك، ديجا يعرفوا العبيد اللي يخدموا معاها انه مارجها، عرفت معناتها، وشكيت راهي شكيت. وهوني باللي خلينا نحلوا الباب، خلينا نتركوا للشكوى، انه في تونس ما عندناش قوانين قاعده تتفاعل، قوانينا فقط حبر على ورق، رغم اللي عندنا ترسينا نتاع قوانين اللي تحمي المراه من كل انواع العنف معناها والتهديد. 58 يحمي المراه على الاقل، يردع الشخص اللي قاعد يهدد. وما احنا هون انا بيرسونيل ما راهو الموت صابرين ولا غير صابرين، خاطر ماتوا قبلها برشا وان شاء الله ما عادش يموتوا بعدها برشا، اما كان باش نقعدوا نتكلموا بقوانين الدوله هكايا، دوله جست
سن قانون وتعديه فقط ماهيش قاعدة تطبق فيه، راهو باش تكون أكثر من صابرين زي زيادة عفاف. طبعا قانونها برا قاعد صحح على الالتزام وراوح، هذه صحح على الالتزام وراوح، أنا سامحني حياة الطفلة في خطر. معناها وقت اللي مشات شكيت الإجراء الوحيد اللي تم اتخاذه وأنه عيطوا له باش صحح على الالتزام فقط. قالوا لها لا عندك أثر عنف، لا عندك أثر كدمات، لا عندك حتى شيء، وهي معناتها مشيت وهني قلت لك الأثر النفسي اللي خليتها، معناتها تصور أنت يا عبدي حط سكينة على رقبة مرته ويقول لها باش نقتلك لك معناها. بالحق من برشا أطراف، برشا أطراف تسببت في معناتها في هالفيجعة وهالكارثة، هي هما ربي يرحمهم، أما بالحق لازم على الأقل نشوفوا معناتها كيفاش نحاولوا القانون، كيفاش نخليوا القانون يتفاعل، كيفاش عندنا قوانين راهو في تونس مش ما عندناش، عندنا قوانين اما قوانين ردعيه بالحق ماهيش قاعده تتنفذ. علاش المجرم الا ما يعمل جريمته باش احنا نحطوه في الحبس؟ هما مشكورين يلقاوها في بعض في ساعات معناتها حطوه في الحبس على الاقل تم القاء القبض عليه بسرعه. ولكن اميمه انتوما كعائله، العائله الموسعه كانت خايفه من انه السيناريو كما هكا يحدث على خاطر هو ديما يهدد، ولا كنتوا تتصوروا انه فقط تهديدات؟ صدقني يا عفيف نهار اللي غابوا وما لقيناهمش ديريكت مون الناس الكلنا دخلنا في دخلت في شناغوله خاطر خوفنا اللي هذا اللي ينفذ التهديد نتاعو. ديجا هي قبل بايامات تعاركت معاه في الحومه، طفله تروح تخدم تتعارك معاه، تصور انت قاعد انسان قاعد يهدد بالقتل باش نقتل باش نقتل، تتوقع انت انسان يهدد بالقتل ديما ما ينجمش يقتل؟ ينجم سيرتو انه معناتها حاول برشا مرات باش نقتلك ونقتل روحي قال لها. قتلوا ما تصور انت قتلوا في مع ما في موقف ضعف، قتلوا لي ما طمان قتلوا ما تقتلنيش ما تقتلنيش، لا قال لها مش شوق قتلني جست الخوف فيك. ارتكب جريمه وهو في كامل المدارك العقليه، ارتكب جريمه وهو راكز، ارتكب جريمه وهو خذا وقته واختار استدرجهم صار استدراج طبعا تاع العشيه راهو قلت لهم ديزون هو خاله بكري امها هي معناتها ديكيكا ولا اعلم ساعتين تروح وتتصل لها تروح بعدها معناتها قتلهم ورا بعضهم خذي وقته بالباهي بالباهي سبعة طار عشية خرج من الدار معناتها انسان هذايا ما يخافش بالحق ما يخافش. نتصور انا كان هو ترضع ولا كان احنا لقينا حاجه باش نحميو بها صابرين السلطات كلها الدوله خذت معناتها على عاتقها انها تحميها وانها تطبق بالحق القانون نتصور انا ما وصلنيش هكا. شفنا قبل رفقة الشيرني وشفنا غيره الله يرحمهم وشفنا قاعدين راهو في موقفش النزيف على خاطر اللي تمشي تشكي تقول راجلي ضربني راجلي سكتو انه هددني بالقتل مرور الكرام وكهو برا روح تنحكي معاه. مؤسف جدا أميمة البركة فيكم نعرفوا انه ماهيش سهل الحقيقة ثلاثة اشخاص من نفس العائلة تفقد حياتها حرام تفقد حياتها حرام. أمها شنو ذنبك زاد كيف كيف حتى حد ما عنده ذنب فيهم ثلاثة إلا وأنه الحقيقة لم يتم حماية هذه المرأة مرة أخرى من العنف المسلط عليها لمدة سنوات وهي تحت التهديدات بالقتل معناها أقعد عيش معايا بسيف ما كانش نقتلك وهذا صاير ولا نعرف راه فما عبيد عايشين هكا برشا من صابرين عبيد برشا منها عايشين كيما هكا دونك لم يتم حمايتها. أيضا الجانب حكينا فيه البارح ولا صباح انا سي بون ما عادش عارفه نقطه الاستهلاك والمخدرات وهاو المشكله معناها اللي هي على ذاك ما عادش تحب تواصل العيش معاه لانه كان مستهلك دونك كان يستهلك في المخدرات من الحاجات اللي هذيا مانيش نبرر له طبعا راهو مانيش نبرر له بالكل زاده ولكن باش تشوفوا افه المخدرات قداش تحطم عائلات مش فقط باش تحطم انسان وتحطم له صحته وعقله وخدمته لا 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 تحطم لك عائله كامله. هذايا الافه نتاع المخدرات. احنا المفروض باش يكونوا معنا جمعيه صوت النساء للحديث على اصوات نساء للحديث طبعا على العديد من الحالات كما هذوما والعنف المسلط على النساء. نحكيوا على 7 جرائم قتل فقط في الأشهر الأولى من سنة 2024 ولكن ما يشقى لديه مدام سارة بن سعيد. عموما وقت اللي تبدأ جاهزة تو ناخذوها بالتليفون. خلينا نخرج بفاصل ما تبعدوش لبعيد وراجعين. صباح الخير تونس، أبدأ صباحك برشا بوزيتيف.